بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل علي كفارة أخرى إذا عدت إلى ذنب كنت قد كفرت عنه وحلفت ألا أعود إليه؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجب على المسلم تجنب المعاصي والسيئات لأنها تضر في دينه، تعرضه لغضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته. وإذا حصل منه ذنب فعليه بالمبادرة بالتوبة، والتوبة لها ثلاثة شروط: أولا الإقلاع عن الذنب وتركه تركا نهائيا، وثانيا العزم أن لا يعود إليه، وثالثا الندم على ما حصل منه من الذنوب. وإذا كان هذا الذنب بينه وبين مخلوق، لأن ظلم أحدا من الناس، فعليه أن يستبيح منه ويطلب منه مسامحة ويرد عليه مظلمته إذا كانت مالية أو حدا وجب عليه. فالحاصل أنه إذا كان الذنب يتعلق بمخلوق فإنه يضاف شرط الرابع، وهو أن يؤدي المظلمة التي أخذها من ذلك المخلوق وأن يطلب منه المسامحة. وما ذكرته السائلة من أنها تابت وعادت إلى الذنب مرة ثانية، فهل عليها إثم؟ نعم عليها الإثم، لأنه كما ذكرنا من شرط صحة التوبة أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب مرة أخرى. فإذا عاد إليها انتقضت توبته فيأثم بذلك، فعليها أن تتوب توبة صحيحة وأن تترك الذنوب ولا تعود إليها، وتستعين بالله سبحانه وتعالى في ترك الذنوب والمعاصي وملازمة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعينها الله سبحانه وتعالى إذا علم من نيتها الصدق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم من دعا غيره من المسلمين لصوم يوم الاثنين والخميس جماعة وأفطروا جماعة، ثم تأتي عليهم بعض الليالي فيقرروا قيامها جماعة، فهل هذا من التعاون على البر والتقوى؟ ولعلكم سمعتم عن الصوم الجماعي والإفطار الجماعي والزواج الجماعي، فما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل لهذا الصوم الجماعي، فالكل مسلم يصوم تطوعا بدون أن يرتبط بالآخرين أو يتفق جماعة على الصوم. كل مسلم يصوم بمفرده إذا تيسر له ذلك، وأما الارتباط بآخرين والاتفاق على الصوم الجماعي كما يسمونه فهذا لا أصل له، وقد يكون هذا الاتفاق وهذا العمل من البدع، وأيضا ربما يدخله شيء من المجاملة وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما يصوم موافقة للآخرين أو مجاملة مع الآخرين. وكل مسلم يصوم ويخفي عمله عن الآخرين مهما أمكنه ذلك، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص. وكذلك قيام الليل جماعة عن اتفاق وعن استمرار على هذا أيضا من البدع، لأنه لا تشرع الجماعة في قيام الليل إلا في التراويح. التراويح هذا ثبت
صلاتها جماعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فالجماعة في صلاة الليل خاصة في التراويح. أما لو صلوا جماعة بعض الأحيان فلا بأس بذلك من غير التزام، وإنما بعض الأحيان صلوا جماعة بأن توافقوا في مكان وصلوا جماعة، أو قام أحد يصلي من الليل ثم جاء أحد من المسلمين وصلى معه، لا بأس بذلك إذا كان هذا من غير ترتيب ومن غير اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي جاء ابن عباس وكان صغيرا فقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه، ولأن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أيضا قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل في بعض الليالي وقرأ صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة سورة البقرة والنساء وآل عمران، وكان يطيل الركوع والسجود كما يطيل القيام عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل هذا من غير ترتيب ومن غير مداومة فلا بأس، أما صلاة الجماعة مداومة فهذه إنما تكون في صلاة التراويح خاصة، وكذلك تكون أيضا في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء، هذه ورد الأدلة أنها تصلى جماعة، أما قيام الليل فلا يصلى جماعة إلا ما ذكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز مصافحة المرأة العجوز التي تقدم بها السن؟ لا يجوز مصافحة المرأة ولو تقدم بها السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء بل كان يبايعون بالكلام، ولم يذكر أنه صافح أو بايع كبيرات السن في البيعة، وأيضا لما في ذلك من الفتنة، لأن الرجل إذا صافح المرأة التي ليست من محارمه فذلك يكون سببا للفتنة بينه، فلا تجوز مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه بحال من الأحوال. نعم. هل ظهور الوجه والكفين فقط من المرأة يؤثر على الحجاب؟ نعم، ظهور الوجه والكفين من المرأة إخلال بالحجاب ونقص كبير بالحجاب، لأن الحجاب الشرعي أن تستر المرأة جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، بل الوجه أشد حاجة من الستر لكونه محل الفتنة ومحل النظر، والمرأة إذا لم تستر وجهها فإنها تصبح مطمعا للذين في قلوبهم مرض النظر إليها والتأمل فيها، قد قال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس، أمر الله بفضله على النحر ويلزم من ذلك أن يمر على الوجه، كذلك بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الجلال الكبير الذي ترتديه المرأة، أمرت أن تدني على وجهها منه وتغطيه كما فسره بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكما في حديث عائشة أنهم في حالة الإحرام وأنهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بهن الرجال فجلت دارهن خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا فشفن وجوههن كل هذا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المرأة يعني في الإحرام، دل على أن النقاب كان معروفا هو ستر الوجه بشاكل مخيط للوجه تبدو منه العينان فقط، وأمرت بأن تزيحه وأن تغطي وجهها بغيره مما ليس فيه خياطة للوجه كما في حديث عائشة. الحاصل أن ستر وجه المرأة فهذا من الضرورية ومن الحجاب الشرعي، ومن تركت تغطية وجهها فإنها لا تكون محتجبة الحجاب المطلوب، وكذلك الكفان تسترهما عن الرجال، لأن الكفين أيضا محل عورة ومحل نظر من الرجال، وهما يدلان على جمال المرأة وعلى خصوبة بدنها ففيهما عورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول أختكم في الله إيمان محمد من عدن، أختنا لها عدد من الأسئلة، في أحدها تقول إذا أراد الشخص أن يصلي جميع السنن والنوافل وكذلك ركعتي الوضوء فكم يكون عددها قبل وبعد كل فرض؟ جزاكم الله خيرا. النوافل الرواتب مع الفرائض هي كما في حديث ابن عمر 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، وفي حديث آخر 4 ركعات قبل الظهر، فعلى هذا تكون 12 ركعة، وإن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها فهذا أفضل، هذه هي الرواتب التي مع الفرائض. نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا عرفك عتين يبي وقد سألت عنها في الصلاة؟ لا يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سليان ركعتين الوضوء لحديث بلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مشيه في الجنة أو وقع قدميه في الجنة فسأله عن سبب فذكر له رضي الله عنه أنه كان لا يتوضأ وضوءا إلا صلى بعده ركعتين دل هذا على مشروعية الركعتين بعد الوضوء. جزاكم الله وخيرا. هل صحيح أن من صلى 6 ركعات بعد المغرب دون أن يكلم أحدا يكون من الأوابين؟ وهل هناك حديث يثبت ذلك؟ صلاة بعد المغرب مطلوبة مشروعة هنا لو صلى كل ما بين العشاءين من المغرب إلى صلاة العشاء يكون هذا أفضل، وإن صلى ما تيسر له من الأجر بحسب ذلك. صلاة بعد المغرب مطلوبة، ولو صلى كل ما بين العشاءين يكون هذا أفضل، وهذا من صلاة الليل يدخل في صلاة الليل. أما صلاة الأوابين فالذي أعرف منه أنه صلاة الضحى، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما ينزل حر الشمس على وجه الأرض، وذلك قبل الظهر. جزاكم الله خيرا. سمعت أن المرأة يوم الجمعة تصلي صلاة الظهر بعد أن يخرج الرجال من المسجد، فهل هذا صحيح وما دليلك؟ المرأة تصلي الظهر وغير الظهر، تصلي إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة فإنها تصلي ولا ترتبط بصلاة الرجال، فإنما تصلي إذا دخل الوقت سواء صلت قبل الرجال أو مع الرجال أو بعدهم. جزاكم الله خيرا. المهم أن تبادر بالصلاة. بارك الله فيكم. لا أدري لماذا خصص الجمعة بالذات الصلاة، للجمعة ولا غيرها، إذا دخل الوقت فإنها تصلي سواء وافقت صلاة الرجال أو تقدمت أو تأخرت عنها. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم إذا كان بعض الأئمة يصلي مبكرا، حينئذ بما تقتضي المرأة، بهذا المسجد أو بدخول الوقت؟ المرأة تصلي إذا دخل الوقت لما يصلي. طيب. وتقديم صلاة الجمعة على الوقت فيه خلاف الجمهور على أنه لا يجوز ولا تصح صلاة، وهو الراجح. الراجح أن الجمعة في غيرها من الفرائض، أن الجمعة مثل الظهر لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، هذا هو الصحيح. إذا تنصحون أخواننا الأئمة الذين يقدمون صلاة الجمعة عن وقت الظهر تنصحونهم بالعودة إلى الطريق الصحيح؟ نعم هذا أمر واجب، وقد صدر في هذا قرار من هيئة كبار العلماء، لأن الجمعة الصحيح أن وقتها لا يدخل إلا بدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس، الذين يصلون قبل زوال الشمس يكونون قد عرضوا أنفسهم للخطأ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: إنني معلمة وأريد أن أتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التربية وفي جميع شؤون حياتي، فبماذا تنصحونني؟ وانصحك بالتعلم أولا، تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد وفي تربية النفس وفي جميع الأمور، فإن المسلم والمسلمة مأموران بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب من المسلم، وإذا أراد أن يربي أولاده أو يربي نفسه أو يعمل أي عمل فعليه أن يراجع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسأل أهل العلم عن ذلك ويتمشى على وجود الإسلام. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلنا بإرشادها إلى بعض الكتب التي تعينها على أن تكون متربية ومربية أيضا على منهج الله سبحانه وتعالى؟ الكتب والحمد لله كثيرة. طيب. أعظمها كتاب الله عز وجل، فيه الخير الكبير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن إذا تدبره المسلم استفاد منه الطريقة التي يسير عليها في عبادته وفي معاملته وفي آدابه وأخلاقه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مطالعة الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مراجعة الأحاديث والعمل بها، ومن ذلك رياض الصالحين
الإمام النووي قد جمع خيرا كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات والأخلاق والمعاملات، كذلك الآراء الأحاديث الأربعون النووية وصرحها للحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم في هذا الكتاب وفي شرحه خير كثير. فهذه من المراجع للمسلم. وأيضا هناك كتاب نفيس في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام الشرعية من هذه السيرة العطرة، ألا وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله، وغير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال ملفت للنظر في الصالح لو كتبتم. عندي أيضا صفة ولا أدري هل تغضب الله أم لا، وهي أنني إذا قرأت القرآن أمام الطلاب أجمل صوتي وأرققه، فهل عملي هذا جائز أم لا، علما بأن الطلبة إلى سن الرابع عشرة؟ السؤال للمرأة. نعم المرأة لا تجمل صوتها عند المراهقين وعند الرجال، بل إذا كان الرجال أو المراهقون يسمعون صوتها في القراءة في الصلاة فإنها لا تجهر بالقراءة في الصلاة إذا كان عندها رجال يستثنون بصوتها، فعليها أن تجتنب هذا الشيء، عليها أن تجتنب هذا الشيء، إلا إذا كان الذين يستمعون لقراءتها من محارمها أو كان زوجها ممن لا مثلا محذورة في سماعه لصوتها فلا بأس، أما أن تسمع صوتها بالترخيم وصوت تجميل الصوت ولو بقراءة القرآن لا تسمعه الرجال والمراهقين الذين تدب فيهم الشهوة ويستثنون بصوتهم. جزاكم الله خيرا. هذا ولا سيما إذا كانت معلمة لهم في الصلاة. المرأة لا تعلم الرجال، يعلم الرجال رجال ويعلم النساء نساء، هذا هو الأسلم وهو الأحوط وهو الأبرأ للجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة يقول هشام إبراهيم أبو شام، أخونا يقول من أفطر في رمضان لعذر شرعي ثم دخل عليه شوال فهل يبدأ بقضاء ما فاته أم يصوم الست ولا سيما وأنه مواظب عليها في كل عام؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن يبدأ بالقضاء، يبرئ ذمته من الواجب، ثم إذا انتهى قضاء الأيام وفي شوال بقية فإنه يصوم الست، بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتلاه ستا من شوال. الحديث ظاهره أن الست إنما تكون بعد قيام رمضان، فمن كان عليه قضاء فإنه يبادر به ثم يصوم الست من شوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف سين كاف، أخونا يسأل ويقول هل تقضي المرأة الحائض ما فاتها من قيام وصلاة؟ نرجو الإفادة. جزاكم الله خيرا. أما الصيام فإنه يجب عليها قضاؤه لما ثبت في السنة وإجماع أهل العلم أن الحائض تقضي الصيام، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سألت امرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا في الناس، يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن عادة الخوارج هم الذين يتكلفون هذه الأسئلة التي لا داعي لها ولا فائدة منها. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا هو السنة، يحرم على المرأة أن تقضي الصلاة، أن هذا يكون من المخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى ومن التكلف الذي لم يأمر الله تعالى. الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المرأة في الحال إنما تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة، وفي هذا حكمة والله أعلم، لأن الصلاة لما كانت تتكرر وكان الحيض يتكرر على المرأة صار في ذلك مشقة لو أمرت بقضاء الصلاة فخفف الله عنها. أما الصيام في كونه لا يتكرر وإنما يأتي في السنة مرة واحدة أمرت بالقضاء، لأنه ليس عليها في ذلك حرج ومشقة. الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول هل يجوز ذبح الشياة للأضحية أم لا بد أن يكون خروفا وكذلك عند تسمية المواليد أعني العقيقة؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجوز ذبح الذكور والإناث من الغنم في الأضاحي وفي العقيقة، يجوز ذبح الذكور وذبح الإناث بشرط أن يكون الضان قد تم له نصف السنة ستة أشهر، وأن يكون المال تم له سنة كاملة من 10 شهر. إذا تم هذا العمر فإنه يجوز ذبحه سواء كان ذكرا أو أنثى، وإن كان الذكر أفضل من ناحية أنه أوفر لحما، ولكن الأنثى تجزي أيضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات ضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: قرأت في بعض الكتب حديث أن المرأة إذا خلعت حجابها في بيت غير زوجها فهي ملعونة أو آثمة، فما معنى هذا؟ هل هذا معناه خروجها متبردة أم يجب عليها إذا ذهبت إلى أي بيت أن تبقى بحجابها؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم لفظ هذا الحديث. وأما من حيث الحجاب فالمرأة إذا لم يكن عندها رجال ليسوا محارم لها، إذا كان عندها نساء أو كان عندها رجال من محارمها فإنها تكشف وجهها، لا حرج عليها في ذلك، فتكشف ما جرت عادة المسلمين لكشف مثل الرأس والكفين والقدمين عند النساء وعند الرجال المحارم. أما إذا كانت في حضرة رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها عنهم سواء كانت في بيتها أو في بيت غيرها في بيت آخر، فالمدار على وجود الرجال الذين ليسوا المحارم، في وجودهم تغطي وجهها وجسمها، وعند عدم وجودهم تكشف وجهها وكفيها سواء كانت في بيتها أو في بيت آخر من بيوت جيرانها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم عن تحريك الأصبع في الصلاة أثناء التشهد، هل هو مشروع؟ المشروع للمسلم في التشهد في الصلاة أن يضع يديه على فخذيه وتكون أصابع اليد اليسرى ممدودة متجهة إلى القبلة، وأما اليد اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يعني يجعلها على شكل حلقة، يجعل رأس الإبهام مع رأس الأصبع الوسطى، وأما السبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام فإنه يرفعها أثناء التشهد إشارة إلى التوحيد، ولذلك تسمى بالسباحة لأنها يشار بها عند تسبيح الله سبحانه وتعالى، فيرفعها في وقت التشهد ويحركها عند الدعاء، يحركها عند الدعاء وعند مرور لفظ الجلالة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول: إنني قرأت شيئا عن سورة الملك وعن فضل قراءتها وأنا أداوم عليها يوميا في صلاة العشاء، فهل هذا العمل مشروع؟ ورد في سورة الملك فضائل ذكرها الحافظ بن كثير وغيره، ولا شك أنها سورة عظيمة وفيها فضل عظيم، وكل القرآن عظيم وكله فيه فضل وأجر، ولكن بعضه يتفاضل، ولذلك سورة الملك فيها فضائل كما جاء في الأحاديث، وأما التزامها في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة فهذا ليس له دليل، ولكن المسلم يقرأها من غير التزام الصلاة، يقرأها في الصلاة، يقرأها في خارج الصلاة من غير التزام ومن غير ترتيب في وقت معين أو في حالة معينة، وإنما يقرأها حسب ما تيسر له ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في صالح الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.